أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح. حديثنا في هذه الحلقة العهد القديم وعلم النقوش، ويمكن هذا الموضوع لأول مرة بنتناوله على برنامج ليكن نور. موضوع شيق جدا، أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة. في مقولة مشهورة إنه التاريخ يكتب الناس أو الأشخاص المنتصرون، لكن الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، كتاب الله موحى به ونافع لكل العصور ولكل الأزمان. الشيء العجيب والفريد في الكتاب المقدس بيعطينا من بداية التاريخ، من خلق الإنسان، من سفر التكوين، سفر البدايات، إلى سفر الأخرويات، سفر النهايات في سفر الرؤيا، وبيتحدث في ظروف تاريخية جغرافية وطبيعة الثقافة والملوك والحكام بحسب الفترة الزمنية. وهذا إن دل على شيء بدل إنه الكتاب المقدس يسير بتناغم وبتسلسل وبانسجام تام. فالكتاب المقدس كتاب واضح جدا، يتكلم عن سقوط الإنسان، يتكلم عن الطوفان بسبب الخطية، يتكلم عن رجال الله القديسون وكثير منهم أخطأوا إلى الله، ونرى أيضا عواقب ونتائج الخطية في العهد القديم. وطبعا الكتاب المقدس يوجهنا إلى الشخص الكامل، الإعلان الكامل، الإعلان النهائي، هو شخص ربنا يسوع المسيح. فالكتاب المقدس يذكر أحداث تاريخية وأسماء ملوك وحكام، وبيكتب عن مناطق جغرافية، أسماء مدن وأسماء ملوك وحكام في مناطق مختلفة، وبيذكر أسماءهم. والشيء الجميل أحبائي إنه سواء الجغرافيا أو التاريخ أو علم الآثار والنقوش، أي شيء اكتشف حديثا دايما يؤكد على صحة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ليس كتاب تاريخي، ولكن كل ما كتب تاريخيا في هذا الكتاب صحيح ومؤكد وموطد. اليوم راح نتعرف أكثر عن هذه الاكتشافات، وهي أدلة خارجية تؤكد على صحة الكتاب المقدس داخليا، وهذا إن دل على شيء بدل إنه الله ساهر على كلمته ليجريها. أنا بدعوكم لتشاهدوا هذه الحلقة الشيقة، وأكيد راح تستمتعوا فيها، ولا سيما المعلومات اللي راح نطرحها والمعلومات اللي رح نذكرها رح تكون بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف الحلقة.